السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة في محاضرة جديدة من كورس البروكون هنتكلم عن تصميم الكولوم. أول حاجة هتفتح البرنامج، هيفتح معاك بالشكل ده. بعد كده هتدخل على قائمة كونكريت، ومنها هتختار ريكتانجولار كولوم، ده لو أنت عايز تصمم عمود مربع أو مستطيل. طيب إيه الأمثلة اللي عندك اللي أنت تقدر تصممها، أو إيه نماذج العمدان اللي أنت تقدر تشتغل بيها على برنامج البروكون؟ اولا من هنا اختار الديزاين كود، اختار الكود الامريكي مثلا او الكود البريطاني، اي كود انت عايزه، ادوس سيف وادوس اوكي. بعد كده من قائمة هيلب عندك اكزامبل، انت مثلا عايز تصمم شورت كولوم ويز اكسيال لود، فانت هتفتح كده المثال ده. عندك الاتش بتاع العمود، وعندك البي بتاع العمود اللي هو ابعاد العمود، العمود ده 25 سنتي في 25 سنتي، الدي اكس والدي واي. عندك ده اللي هو الكفر الخرساني بتاع العمود، هو الدي اكس والدي واي. بعد كده عندك ال ال او اللي هو ارتفاع العمود، ارتفاع العمود ده 3 متر. بعد كده عندك الاف سي يو بتاع الخرسانة، الكومبريسيف سترينث، وعندك الاف فيلد بتاعت الحديد. تمام، يبقى انت مطالب ان انت تدخل الداتا دي لمين؟ طالب ان حضرتك تدخل الداتا دي للبرنامج. تمام، يبقى انت لما هتيجي تصمم شورت كولوم وز اكسيال لود، اهو شورت كولوم وز اكسيال لود، هتدخل الداتا دي. بعد كده عندك بتقول له العمود ده بريزد ولا لا. بريزد يعني عمود مقيد، وان بريزد يعني عمود غير مقيد. ايه بقى الشرط اللي هو فولي فيكسد او بارشالي فيكسد او بند او فري؟ تعال نفهم دي مع بعض. تعال احنا هنا عندنا ثانية واحدة، هنا عندنا في ملزمة الباشمهندس عز الدين مصطفى قال لك الاند كونديشن اوف كولوم، قال لك البعد بتاع العمود اللي هو اسمه تي سي لو متصل مع فاونديشن او متصل بكاميرا او قاعدة عمقها اكبر من او يساوي بعد العمود في اتجاه التحليل، دي بتبقى فيكسد. يعني العمود مثلا لو العرض ده 25 سنتي والقاعدة دي السمك بتاعها 40 سنتي، او العمود عرضه 25 سنتي ومتوصل بكاميرا او سلابة سمكها اكبر من السمك بتاع بعد العمود، قال لك في الحاله دي بنقول عليه ايه؟ فيكسد. يبقى دي الحاله الاولى اللي هي الفيكسد. تمام، يبقى لو العمود متوصل من فوق او من تحت بكاميرا او بقاعده البعد بتاعها او السمك بتاعها اكبر من بعد العمود، ده بنقول عليه ايه؟ فيكسد. طيب هنا البارشالي فيكسد لو متصل بإيه؟ لو متصل بقاعدة أو بكاميرا أو سلابة السمك بتاعهم أقل من بعد العمود، يبقى في الحالة دي اسمه إيه؟ اسمه بارشالي فيكسد. يبقى إحنا عرفنا البارشالي فيكسد دي بتبقى جاية منين، وهنا بيقول لك هي من التوب ولا من البوتوم. جايز العمود يبقى من البوتوم فولي فيكسد ومن التوب بارشالي فيكسد. تمام، تعال نكمل. نقطة رقم 3 قال لك بتسميه هنجد امتى؟ لما يبقى موصول من هنا بحاجة اسمها ريل هنج، وتحدث عند اتصال العمود بعنصر غير قادر على مقاومة الدوران. تمام، يبقى في الحالة دي لما يبقى عندي هنا حاجة فاصلة بين العمود بتاعي والإليمنت التاني وحاجة غير قادرة على مقاومة الدوران، في الحالة دي بسميها ايه؟ ريل هنج. طيب الحالة الرابعة اسمها ايه؟ فري، لما بيبقى العمود بتاعي كانتليفر من فوق، العمود حر من فوق مش متوصل بحاجة. تمام، يبقى احنا من هنا عرفنا يعني ايه فولي فيكسد وبارشالي فيكسد، وبند دي اللي هي هنج، وفري اللي هي ما بيكون كانتليفر. ممكن العمود يبقى من تحت فولي فيكسد، وممكن يبقى بارشالي فيكسد، وممكن يبقى بند، لكن استحالة العمود هيبقى فري من تحت، لازم بيكون العمود من تحت مرتكز على حاجة، يا إما فيكسد يا فولي فيكسد يا بند. وطبعا بتطبق الشروط دي في اتجاه اكس، وبرضه بتطبقها في اتجاه ايه؟ واي.
تمام. طبعا لو انت اخترت من هنا بارشيالي فيكسد، خد بالك من الرقم ده، الرقم ده 0.8 اهو، لو خليته فولي فيكسد بيديك 0.75، لو قلت له بارشيالي فيكسد يقول لك 0.8، لو قلت له بند هيقول لك 0.9، لو قلت له فري هيقول لك ان ستيبل. تمام. هنا في المفروض ان في هنا جدول اصلا، تمام، المفروض ان في هنا جدول اهو يا جماعة، عند قالك لو العمود بريزد كولوم او ان بريزد كولوم. طيب احنا اتفقنا ان كيس 1 اللي هي الفيكسد، قالك لو العمود فيكسد كيس 1 مع كيس 1 يبقى 0.75، وده اللي احنا شايفينه اهو، فيكسد 0.75، تمام. هنا برضو فيكسد 0.75. اما مثلا لو الحالة التانية اللي هي البارشالي فيكسد وهنا فولي فيكسد هيديك 0.8، اما لو هنا هنجد مع فولي فيكسد هيديك 0.9، وهكذا. ده في حالة البريزد كولوم. هنا في حالة الان بريزد كولوم، امتى العمود يبقى ان بريزد؟ العمود بيبقى ان بريزد، تعال نوريك الفرق بين البريزد والان بريزد. هنا البريزد كولوم اعمدة غير مسموح لها بالحركة الجانبية، وذلك لوجود عناصر اخرى تقاوم القوى الافقية. يعني لما يبقى عندك شير وول او كورز او حاجات بتشيل القوى الجانبية، في الحالة دي بيبقى الأعمدة مش مسموح لها بالحركة الجانبية، لان في عناصر تانية هي اللي شايلة الاحمال دي، فبيبقى اسمه بريزد كولوم. غير كده بيبقى اسمه ان بريزد كولوم، يعني انت سامح للعمود بتاعك بالحركة الجانبية. هنا مثلا مثال اهو، في عندنا شير وول وكورز شايلين الاحمال الجانبية، وعندك هنا مفيش، يبقى في الحالة دي العمدان دي ايه؟ ان بريزد. اما في الحالة دي العمدان بريزد. اتمنى كده تكون الدنيا واضحة، تمام. وهنا هتدخل اللود كيس، هتقول له مثلا ده اللود كيس رقم 1، انا حاطط لك الديد واللايف والاكسيال لود بكام بكذا، هتدوس ديزاين، جاب لك هنا الاحمال اهو، مفيش حاجة هنا لونها احمر عشان تعرف ان هي انسيف ولا حاجة. تمام. تعالى بعد كده عندك هنا نيكست وكريتيكال، دولت لو انت مدخل كذا حالة تحميل. انت هنا مدخل حالة تحميل ايه؟ واحدة. لو انت مدخل حالة 2 و3 و4 و5، تقدر من هنا تدوس على نيكست وتشوف نتيجة بتاع كل حالة. بعد كده هنا التشارت اهو، الكيرف بتاع ده تصميم العمود، وهنا الكالكوليشن شيت، تمام، تقدر تسيفها على انها بي دي اف. ومن هنا الاوبشن سيتنج، هنا بيقول لك عايز تظهر ايه، عايز اظهر الداتا، عايز اظهر الانبوت تيبل، عايز اظهر الديزاين كالكوليشن، عايز اظهر الكولوم ديزاين شارت، عايز اظهر، بتحدد الحاجات اللي انت عايز تظهرها في الكالكوليشن. تمام، هيبان معاك الكالكوليشن بالشكل ده، تقدر ان انت تعمل لها سيف كبي دي اف. بعد كده عندك هنا التسليح، هنا هو بيبقى مديك عايز تسمي الفايل ايه، سميه زي ما انت عايز، مثلا كولوم رقم 1 مثلا. هنا بيقول لك ان الكورنر بار انا فارضها ب 20، طب لو انت قلت له 16 قال لك الحق الحديد كده مش هيبقى مسيف. تمام. هل لازم اعملها 20؟ لا، انا ممكن القطر اللي هو فرضه ان هو 12 ده ممكن اعمله 16، والحديد اللي هو عامله 12 ده ممكن اعمله 16. تمام، وده ممكن في الحالة دي برضو اروح مغيره من 12 ل 16، بس هلاقيه برضو مش مسيف، يبقى في الحالة دي انا مضطر مثلا اخليه 20. طيب وهنا الحديد هنا كان كام؟ هنا الحديد كان هو عامله 12، تمام، وهنا كان عامله كام؟ 12. تمام. طيب هو هنا اصلا مش كاتب عدد الاسياخ، هو هنا بيقول لك عدد الحديد، يعني هو كده فرض لك 4 اسياخ بس في العمود. هو هنا بيقول لك عايز تحط كام سيخ في النص، وليكن انا هقول له 4، حط لك 4 اهو هنا و4 هنا. طيب وهنا مثلا قلت له كام؟ قلت له هنا برضو عايز 4. في الحالة دي شوف بقى عندنا الانترد اريا ستيل بقت بكام؟ 2161. طب وهو عايز كام؟ ريكوايرد كام؟ 910. ففي الحالة دي لو انا عملت ده ايه 12، هلاقي ان العمود مسيف برضه. تمام، طب لو انا عملت دي 3 وعملت دي 3، تمام، هلاقي برضه ان العمود مسيف. تمام، فانت بتبدأ تغير في الحديد لحد ما توصل للمينيمم تسليح اللي هيديك ان العمود مسيف معاك. طيب هنا اللينك، طيب نمبر ايه اللي هي الكنات، عايزها الحالة الاولى دي،
ولا التانية دي ولا التالتة دي ولا الرابعة دي، انت وليكن عايزها الحالة التالتة، تمام؟ هتختار الحالة التالتة. لو عايزها الحالة الأولى هيمسك لك الحديد من بره بس. طيب لو عايزها الحالة التانية هيعمل لك كأنها نجمة. طب لو عايزها الحالة التالتة هيعملها لك بالشكل ده، تمام؟ تمام. بعد كده قال لك الكنات، الكنات مينيمم أنا عايز منك كنات فاي 8 كل 240، فأنا أقول له لأ أنا هديك فاي 8 كل 200، سيفها وزي الفل برضه. طب الحديد بتاع الكنات الكفر أنا عامله بكام؟ قال لك أنا عامله ب 30. طيب الأوفرلاب أنا عايزه مثلا 45، تمام؟ قال لك أول سيخ أنا هكتب لك عليه حرف الـ A، وقال لك اللانجوج اللي أنا شغال بيها إنجليزي، تمام. هنا بيقول لك الكولوم انا فرضه ان هو كونتينوس، عشان كده مطلع لك الحديد من هنا اهو مكسحه ومطلعه على فوق، فانا ممكن اقول له لا انا عايزه ستارت بار اونلي، يعني عايزه ما يكملش ومش عايزه كونتينوس دي، تمام. هنا بيقول لك دبل لينك اد كينج، لو شلت دي ينفع شيلها ينفع اسيبها. وهنا قال لك سيف بي اس، يعني سيف الحديد ده انفورميشن ان داتا فايل. لو دوست عليها دي فايدتها في ايه؟ ان هو بيسيف قيم التسليح اللي انا عملتها دي، فانا لو سيفت الفايل ده وجيت افتحه في اي وقت تاني وجيت ادخل على التسليح اللي هو موصى بيه عشان يخلي العمود ده مسيف، هلاقي القيم اللي انا مدخلها دي زي ما هي، تمام. ينفع هنا برضو اقول له ايه انا عايز اطبع على A4، وينفع اقول له حط لي الليفل بالملي، وهنا برضو اقدر اقول له ايه عايزك تعمل لي شديول للحديد. لو دوست عليه فتح معانا اهو ادا الشديول بتاعنا، ينفع تطبعه، ينفع ايه ينفع تطبعه او تحفظه كPDF، تمام. اتمنى يكون المعلومات واضحة ويكون الفيديو عجب حضراتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.